أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين في تجربة جديدة من تجارب الاقتراب من الموت، وهي تجربة نادر، حيث يقول: حدثت معي هذه القصة عام 1994. كنت حينها في سيارة أحد رفاقي، وكنا نشجع الفريق السعودي في ترشحه لمونديال كأس العالم. عندما كنت في السيارة انتابني شعور غريب، وكأن أحدا ما يحدق بي طوال الوقت، وكان صديقي يسوق بسرعة جنونية. كنت أجلس في المقعد الخلفي وأمسك بعلم السعودية ورمز الفريق. جلست بعدها على شباك السيارة حيث كان نصف جسمي العلوي في الخارج، وبعدها فقد صديقي السيطرة على السيارة. بدأت أرى شيئا كالخيال. نظرت خلفي فرأيت عمود إنارة الطريق، وكنت أقترب منه بسرعة عالية. دخلت فورا للسيارة، وهنا تكمن القصة. أحسست بنفسي وكأني طويل جدا، ولم يكن لدي وزن، كما فقدت السيطرة على نفسي. رأيت كل شيء عن حياتي الماضية منذ يوم ميلادي، وكأنه شريط فيلم يعرض أمامي. وبعدها اختفى كل شيء، وبدأت بالمشي ولكن بخطوة كعشر خطوات، وكنت كلما أدرت رأسي لليمين أو اليسار أرى أشخاصا. بعضهم كان يحدق بي، والبعض الآخر ينظر إلي وكأنه ينتظر شيئا مني، وآخرون يحدقون ببعضهم البعض. رأيت العديد من الأشخاص من الذين كنت قد عاملتهم في حياتي بطريقة غير لبقة، أو الذين أذيتهم. كانوا ينظرون إلي وكأنهم يودون الانتقام. ثم توقفت دون رغبتي عن المشي، كما لو كانت هناك إشارة توقف إلزامية، على الرغم من أنه كان هناك طريق طويل للأمام في نهايته عالم آخر، ولكنني لم أصل إلى هناك. كنت خائفا جدا ولا أشعر بنبضات قلبي، وبعدها شعرت بأن جسدي كان في غاية البرودة ولم أدرك السبب حينها. ثم شعرت وكأني أسقط من مكان مرتفع. لم أشعر بلحظة ارتطامي بالأرض، وكان كل شيء مظلما. وقفت حينها وأحسست بجسدي يتخبط بالأشياء كلما استدرت يمينا أو يسارا، ثم سقطت على الأرض. كان الجو باردا جدا، فوقفت ونظرت إلى ضوء ظهر أمامي، ورأيت رجلا هرع راكضا حين رؤيتي. لقد كان المسؤول عن دفن الموتى في المشفى الذي كان جسدي فيه. الوقت كان عديم القيمة. أحسست بساعات مضت كأنها دقائق، ودقائق مضت وكأنها ساعات. والآن ها هي المعلومات التي عرفتها من الناس بعد شفائي وعودتي للحياة. كنت ميتاً لمدة 13 ساعة تقريباً، ثم مضيت في الثلاجة وحتى وصول الناس إلي ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، رغم اعتقادي أنها كانت بضع دقائق، فلقد دهشت جدا من الفروق الزمنية. والآن إليكم بعض الأسئلة التي أجاب عليها صاحب التجربة. في وقت تجربتك هل كان هناك حدث يهدد حياتك؟ نعم، حادث وفاة ودخول ثلاجة الموتى. كيف تنظر في محتوى تجربتك؟ كانت تجربة مختلطة. هل يبدو أن الوقت تسارع أو تباطأ؟ يبدو أن كل شيء كان يحدث في وقت واحد، أو توقف الزمن، أو فقد كل معناه. هل اختلفت لديك حاسة السمع؟ نعم، كنت أسمع الكثير من الأصوات، وتمكنت من فهم كل ما قيل لي كلمة بكلمة. هل دخلت عبر نفق؟ لا. هل واجهت أو أصبحت على علم بأي كائنات متوفاة أو حية؟ نعم، بشر ومنهم أموات. هل رأيت نوراً؟ نعم،
كان مشابه لضوء القمر وليس كنور الشمس. هل بدا انك اصبحت فجأة تفهم كل شيء عن الحياة او الكون؟ لا، لم اعرف شيء عن الكون، مجرد الشعور بان كل شيء في الحياة سينتهي يوما ما. هل شملت التجربة مراجعة الحياة؟ نعم. هل عادت اليك مشاهد من ماضيك؟ نعم، ومضى الماضي امامي، وعلمت ان اولئك الذين اذيتهم سوف ينتقمون عاجلا ام اجلا. هل وصلت إلى أي حدود أو نقطة لا عودة؟ لقد فقدت السيطرة على نفسي، ولكني شعرت بأن بعد تلك الحدود التي وصلت إليها لدي سيطرة كاملة. هل حصلت تغيرات في حواسك بعد التجربة؟ نعم، قويت لدي حاسة السمع وأصبحت أعلم ما بداخل قلوب الناس بمجرد رؤيتي لهم، كما لو أن قلبي يخاطب قلوبهم. هل هناك جزء أو عدة أجزاء من تجربتك له مغزى بشكل خاص بالنسبة لك؟ نعم، لقد تعلمت درساً أنه علي ألا أؤذي الناس. هل هناك أي إضافة تريد قولها عن تجربتك؟ نعم، أريد أن أقول أنه لا يمكننا أن نصل إلى ما وراء تلك الحدود أبداً، ولكن المستوى الذي وصلت إليه كان بإمكاني الخروج منه. انتهت التجربة. يرجى مشاركتنا آراءكم في التعليقات، وشكرا لحسن استماعكم.